هيفيد بيه الندم يا صباح، ما اللي حصل حصل، والعيط على الفايت نقصان عقل يا بنت الناس. يعني نستنى لما الدنيا تطربق فوق دماغنا ونقول عيط على الفايت نقصان عقل؟ ما بالفايت ورانا ورانا. يبقى نستنى كده ونشوف ونفكر هنعمل ايه ونحل الدنيا ازاي في النزنازل اللي ملهوش اخر ده. عمل عمل ربنا بقى، من زمان اللي عملت حساب لمخلوق ولا فكرت في اللي هيجرالي قدام. وربك اهو سترها معانا انا وانتي والواد الغلبان اللي نايم جوه ده. يا صباح بقى مش هاجي دلوقتي واشيل الهم ده، يبقى كفر. ما ترمي حمودك على الله قول يا رب ولا فرجها من عندك. هو نعم بالله يا اخويا، بس احنا ملناش غيرك، الناس دي جبابره، الدم عندهم اسهل من صباح الخير. طب ما فكرتش هنعمل ايه لو جرى لك حاجه؟ لو لا قدر صباح بقى الفال ده، ايه الفال ده؟ انا قلت لك 100 مره اللي معاه رب العباد ما يخافش من العباد يا صباح، واحنا رحنا له بقلب سليم وبنيه صافيه، لازم كل يوم زن ولقلق زن ولقلق. يا بت ربنا احلى من كده بكتير. نعم بالله. انا عارف الوش ده، انا عارف. خلاص ما تخافيش، ربنا يحل لها. يا رب يا اخويا. عموما تفتحيش الباب لحد طول ما انا جاي. طيب حصل حاجه كده ولا كده كلميني على محمود، انا سايب وحش هنا. صح طبعا. يلا انا هديك. طب مش هتشقر على عطيه قبل ما تمشي؟ هو صحي هي عدت ولا هيشتريها؟ اول ما يسمع صوت قران الفجر يوم يصحى على طول. علمك بقى الواد ده في شيء لله. صح. وربنا لو كرمنا يرجينا هيكرمنا من قلبه. ونعم بالله. سلام سلام. ربنا معاك.